فقرتنا الحوارية الأولى مشاهدينا بدنا نتحدث عن نقطة جدا هامة بتتعلق بالمهندسين الخريجين الجدد. كيف بتعامل مهندسين الخريجين الجدد مع نظام تسجيل رغباتهم ورغبات طبعا فرزهم عبر المنصة، وكيف يمكن تجاوز أي خطأ ممكن أنه يعرقل عملهم أو يؤدي لعدم دخولهم المكان اللي عم يرغبوا بالعمل فيه؟ هيدا طبعا الشيء بده يحدثنا عنه الأستاذ نوار ماريا، من طبعا مدرب تنمية بشرية في وزارة التنمية الإدارية. بدنا أقول لك سعد صباحك أستاذ نوار، وأهلا وسهلا فيك. سعد صباحك، أهلا وسهلا. صباح الخير. يعني بداية بدنا ناخذ فكرة أوسع وأكثر عن يعني نظام الفرز الإلكتروني مثل ما قلنا عبر المنصة والهدف منه. أي عمل إداري يحتاج إلى كادر بشري للقيام به، وبالتالي ومن أجل تأهيل الوظيفي وفي إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرارا يتضمن المعايير والضوابط المعتمدة في فرز المهندسين. نظام فرز المهندسين هو نظام إلكتروني مؤتمت يتم عبر ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة تسجيل المعلومات الشخصية وإدخالها وإنشاء حسابات خاصة بالمهندسين. كل مهندس يقوم بمراجعة كلياته لإنشاء حساب خاص فيه يتم إدخال المعلومات الشخصية الخاصة به ومعلومات خاصة ببيانات التخرج من حيث المعدل وتاريخ التخرج والاختصاص الهندسي الموجود على المصدقة. المرحلة الثانية بعد ذلك يتم إنشاء حساب خاص به على المنصة. تأتي مرحلة إدخال الرغبات، هنا يتم الإعلان عنها من رئاسة مجلس الوزراء بأنه على جميع المهندسين الراغبين بالتقدم إلى مفاضلة الفرز تقديم خلال فترة محددة معينة. يقوم المهندسون خلالها بتسجيل الدخول على الحساب والتأكد من بياناتهم الشخصية بشكل دقيق ومراجعتها. بعد ذلك يقوم المهندسين كل مهندس باختيار الرغبات وفق اختصاصه، بيستعرض الرغبات المتوافقة مع الاختصاص العلمي الحاصل عليه ويختار الرغبات التي تناسبه وبيسجلها هو ويقوم بتثبيتها على المنصة. تمام. يعني هيدا بتعلنوا عنها انتم بالمنصة، يتم الاعلان عنها بكل تأكيد. بتم الاعلان انه يعني المهندس الخريج الجديد مباشرة بيسجل بمراحل كما ذكرت. تمام. طيب اذا بدنا نحكي يعني عن هيدا النظام، يعني قديش ما هو فعلا نظام سهل ووفر على المهندسين الجدد وايضا على المنصة المنسقة لهذا التسجيل. هو نظام الكتروني مؤتمت يتم فيه اتباق قواعد الإحلال الوظيفي متمثلة بالشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المهندسين. يتم الفرز آلية الفرز نعم في حال تقدم أكثر من مهندس إلى مركز عمل معين يتم اختيار الأكثر الأعلى معدلا، وفي حال التساوي ينظر إلى الأقل تخرجا، عدد السنوات الأقل تخرج، وفي حال التساوي يؤخذ الأكبر سنا. نعم تمام. في نقطة مهمة بدنا ننتبه عليها وننوه عنها أثناء الفرز بعد صدور النتيجة، في عنا إما أن يشمل الفرز المهندس أو لا يشمله. في حال لم يشمله بإمكانه أن يقدم الفرز التالي، أما في حال شمله عليه أن يستكمل أوراقه الثبوتية. هي في شروط يعني لتسجيل المنصة؟ الشروط هي إنشاء حساب إلكتروني براجعوا الكليات وتم تعبئة. الشروط الثانية بتتعلق بفرعه أو الهندسي، الاختصاص الهندسي نعم. المتوافق مع على عاتق الجهة العامة تحديد أو الاختصاص العلمي الذي يتطابق مع المؤهل العلمي الحاصل عليه المهندس. تمام. في مهندسين يحق لهم التسجيل ومهندسين لا؟ في نعم. شروط يعني حتى للخريج. القرار الأخير اللي صدر من رئاسة مجلس الوزراء كان خاص بفرز خريجي دفعات 2019-2020 و2020-2021 وممن لم يشمله الفرز الماضي. اها نعم. الحساب اللي عم تذكره حضرتك هو الحساب اللي بنعرفه نحن الايميل العادي؟ لا، هو حساب تسجيل دخول على المنصة. البريد الالكتروني هو من ضمن المعلومات الخاصة بالمهندس لإدخاله. كل مهندس بده يعرف، كيف بده يستفسر عنه المهندس الخريج الجديد؟ الخريج الجديد كل مهندس لديه معلومات شخصية ومعلومات خاصة بالتخرج بمصدقة التخرج. المعلومات الشخصية بتتمثل بالاسم، رقم الموبايل، البريد الإلكتروني، العنوان. هي معلومات خاصة بكل مهندس يتم إدخالها على نظام المعلومات
وبعدها يتم إدخال بيانات التخرج الخاصة فيه، ثم يتم إنشاء حساب خاص به. حلو. هلا هون بس لحتى نوضح أكثر، الخريج هو بيدخل على الموقع بذات نفسه بيدخل هيدي البيانات، أو لازم يتوجه للجامعة على كليته ويدخل هيدي البيانات؟ صدر إعلام من كليات الجامعات أنه على المهندسين الراغبين بالتقدم إلى مفاضلة الفرز مراجعة كلياتهم لأجل إنشاء حسابات خاصة بهم. فإذا بالكليات بيتم إنشاء هيدي الحسابات وإدخال المعلومات كافة. إدخال المعلومات جميعها. تمام. الرغبات موجودة بتكون على المنصة؟ تماما. حاليا تم إضافة كافة الرغبات الجهات العامة في مختلف المحافظات على المنصة، بحيث أن المهندس عندما يقوم بتسجيل الدخول وتظهر له كافة الرغبات المتوافقة مع اختصاصه العلمي الدقيق. الغاية من نظام المعلومات هو الربط بين احتياجات الجهات العامة مع المؤهلات الدقيقة الهندسية، اختصاص الهندسي الدقيق، الربط بينهما. يعني الجهات اللي بحاجة لموظفين أو مهندسين جدد هي اللي بتكون طبعا مذكورة بالمنصة ضمن الرغبات. تمام. هون المهندس حسب اختصاصه بيختار الرغبة، حسب الاختصاص الدقيق المتوافق مع الشاغر المطلوب. تمام. من الجهة العامة. تمام. في اخطاء ممكن حصلت اثناء الفرز الماضي بيتم تلافيها هلا، يعني خبرنا اكثر تفاصيل بهذا الموضوع. في هذه الفرز بدنا نحاول قدر الامكان انه تقليل الاخطاء والاشكالات اللي حصلت الفرز الماضي. الفرز الماضي العديد من المهندسين ظن بانه يختار رغبه خارج محافظته، وعندما يتم المباشره يقوم بالنقل الى محافظته، وهذا خطا. من اهم المواد الموجودة في القرار الذي أصدر برئاسة مجلس الوزراء، تلتزم الجهة العامة بعدم الموافقة على نقل أو ندب أو تكليف المهندس المفرز إليها ضمن مركز عمل خارج مكان العمل المفرز إليه، وذلك لمدة 3 سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل. تمام. فهون لازم يكون في انتباه كتير دقيق من المهندسين أنه يعرفوا وين يحطوا الأماكن العمل اللي بدهم إياها. المهندس بيختار رغباته بناء على ما يناسبه، في حال ما طلعت له الرغبه الاولى بيختار الرغبه الثانيه، وهنا بده يتحمل المسؤوليه انه لا يمكن ان يختار رغبه خارج محافظته ولا يتعامل يعني الى حد كبير يمكن بتشبه نادين. يعني مفاضله وهي مفاضله اكيد استاذ، لكن اذا بدنا نحكي نحن عن نقطه جدا هامه، يعني هلا لسه بالقبول للمهندسين الخريجين، يعني في اعداد هائله اكيد بدهم يسجلوا على المنصه، ويمكن شواغر المديريات او الجهات يعني تكون هي باعداد قليله، فكيف بتم شمل جميع المهندسين او القبول خلال كل الاولويات، يعني على اي اساس؟ بخلال إحصائية للسنوات الماضية الأخيرة نلاحظ أن عدد الخريجين أكبر بكثير من عدد الشواغر الموجودة. تماماً. هاي الفكرة، يعني هاي حتى مشكلة بيعانوا منها الجميع. تماماً. عدد الخريجين لا يمكن أنه يستوعب عدد الشواغر، والمهندس الذي لم يشمله الفرز بإمكانه أن يتقدم للفرز التالي. طب مين الأولوية بتكون بالبداية؟ هل في شروط أخرى غير الآلة معدلاً؟ حسب المعدلات. تماماً. الآلة معدلاً، ثم المهندس الذي تخرج بعدد سنوات أقل، ثم الأكبر سنة. هيدي الشروط اللي نحن نسأل عنها، يعني لازم يتبع الشروط اللازمة أو حتى يكون له أولوية. تمام. هون يعني أستاذ لازم نسأل يمكن عن الفترة المحددة اللي بيقدروا الخريجين، يعني في وقت محدد لحتى يقدروا يسجلوا بالمنصة؟ يمكن في صدر إعلان من رئاسة مجلس الوزراء الفترة الماضية حدد موعد أنه على المهندسين الراغبين بالتقدم مراجعة كلياتهم من أجل تسجيل الدخول، إجراء حسابات تسجيل دخول على المنصة. الفترة القادمة رح يطلع إعلان بدء تقديم أو اختيار الرغبات الخاصة بكل مهندس. إمتى الفترة القادمة؟ في وقت محدد أو لسه لم يحدد الوقت؟ حاليا يجري تدقيق احتياجات الجهات العامة مع الشواغر المطابقة للاختصاص الهندسي. بمجرد ما صار وصدر هيدا الموضوع قد ايه بيكون في مده لتسجيل الخريج؟ تقريبا يتم الاعلان عنه خلال مده شهر شهرين محدده من رئاسه مجلس الوزراء، بيتم الاعلان عنه. يقوم كل المهندسين بتسجيل الدخول على حساباتهم، بيتاكدوا من بياناتهم، وبعدها يختار كل مهندس الرغبات التي تناسبه حسب اختصاصه العلمي الدقيق. يعني بظرف شهر بتكون هيدي القصص كلها خالصه للخريجين الجدد اللي يتم فرزهم بقى باماكن العمل. تمام. المنصة قد ايه هي الى استاذ بالتجربة؟ التجربة حوالي 4 إلى 5 سنوات تقريبا. اذا بدنا نحكي عن نتائجها مخرجاتها، هل فعلا يعني لاقت استحسان؟ هل كان في يعني رضا من قبل طبعا الطرفين، خلينا نقول المهندس والجهات، يعني سهل الكثير من الامور؟ المنصة الى دور كبير كثير، وخاصة انه يتم فرز المهندس
بالمكان الذي يتناسب ويتوافق مع المؤهل العلمي. كما معروف إدارة الموارد البشرية تتركز على استقطاب واختيار الكفاءات العلمية واستخدامها واستغلالها بمكان العمل الخاص بها بما يتلائم مع المؤهل العلمي. من غير مثلا في حال أنا حطيت مهندس بمكان لا يتوافق مع اختصاصه العلمي، هذا سيسبب مشكلة تماما وخلل ينعكس سلبا على الأداء الإداري. صحيح. طبعا يعني هذا الموضوع سهل الكثير كما ذكرت النظام المؤتمت، يعني هو يعني موضوع جدا يعني سهل الإجراءات بكل تأكيد والوصول، يعني المهندس ربما سهل عليه أيضا التنقلات من محافظة إلى أخرى والتقدم إلى الجهات أو حتى المهندسين الموجودين بالريف البعيد، يعني سهل الكثير من طبعا الخدمات. أداح مبدأ تنافسية وتكافؤ الفرص والشفافية والغم شيء اسمه محسوبيات وسط الغاها تماما. والخطا ربما هون يكون نادر، يعني الا اذا ما كان الخطا بالتسجيل، خطا هون بيصير بادخال البيانات. لهيك اكدنا انه على كل المهندسين يتاكدوا من البيانات الشخصيه الخاصه بهم. مثلا احيانا لنفترض مهندس معدله 86 تم ادخال البيانات له 68، هذا خطا بيخليه يخسر الفرصه. بتم تصحيح هيدا الخطا، يعني الخطا وارد، نحن بنعرف خطا وارد بكل مكان في حال اي مشكله، وجود اي مشكله تتم الاحاله لوزاره التنميه الاداري ليتم دراستها ومعالجتها. طيب في حال يعني وضع رغباته المهندس الخريج وانما حب انه يبدل او يغير بعد ما دخل البيانات، بصير هيدا الموضوع في امكانيه تعديل الرغبات خلال مده زمنيه محدده كمان بامكانه طيب. يغيرها بعد المده الزمنيه بتتثبت الرغبات وبينتظروا المهندسين نتيجه الفرز. عندنا هون احتمالين، اما انه المهندس لا يشمله الفرز وهون بده يضطر ينتظر للفرز القادم، او في حال شمله الفرز عندنا خيارين، اذا استكمل اوراقه وباشر العمل او في حال لم يستكمل اوراقه يعتبر هون مستنكف ولا يحق له التقدم للفرز التالي. الفرز السنوي كل سنه بيصير في فرز، الفرز بمجرد توافر احتياجات او من الجهات العامه يتم الاعلان عن مفاضله فرز. تمام. هلا بالمفاضله اللي بعدها ايضا استاذ، بتاخذوا انتم الاولويه للمهندسين القدماء ام الجدد؟ بكل تاكيد الاكبر سنا. الاكبر سنا. يعني بترجعوا بتعيدوا النظر باللي ما شملهم الفرز بالمفاضله اللي قبلها. كل مهندس لم يشمله الفرز اللي بعدها يحق له التقدم للفرز السابق تالي. والاولويه الاختيار بتكون لإلهم القدماء. اولويه الاختيار في حال تساوي المعدلات و سنوات التخرج تكون للأكبر سنا. للأكبر سنا يعني اللي تخرج قبل. تخرج قبل. تمام. تمام. يعني أستاذ نوار حضرتك مدرب موارد بشري بوزارة التنمية الإدارية، يعني خبرنا أكثر عن هيدا المشروع، عن عملكم، طبيعة عملك أيضا. إدارة الموارد البشرية بتركز بشكل عام على استقطاب الموارد البشرية ووضعها في مكان يتلائم مع طبيعة المؤهل العلمي اللي بيحصل عليه. مثل ما بنعرف اي عمل اداري يحتاج الى كادر بشري، من هنا تم تقسيم الكوادر البشري الى خمس فئات. كل فئه لها مؤهل علمي معين، مستوى معين، وبالتالي انا لما بدي استخدم او بدي اختار الكوادر البشري بدي اختارها حسب المؤهل العلمي اللازم للتنفيذ او للقيام بهذا العمل الاداري المطلوب منها. تمام. اليه التدريب يعني هون استاذ نوار، يعني كيف بصير التدريب لمين، مين المعنيين بعد بهذا؟ بعد فرز المهندسين، بعد فرز الكوادر البشريه الى الجهات العامه المعينه تاتي مرحله التدريب والتحفيز. مرحله التدريب والتحفيز هي تدريب العاملين وتحفيزهم على القيام بواجباتهم بمهامهم من اجل تحقيق اهداف المؤسسه بالشكل المطلوب منه ضمن برامج معينه يتم طرحها التدريب حسب كل مؤسسة ومتطلبات العمل فيها. نعم. استاذ نوار، يعني هلأ في مفاضلة، في تقديم هلأ تسجيل الفترة الماضية تم إنشاء حسابات الخاصة بالمستخدمين، صدر إعلان عن رئاسة مجلس الوزراء عن بدء التقدم لمفاضلة الفرز. نصائح للمتقدمين حاليا، شو بتقدم نصائح للمتقدمين؟ بالنسبة للطلاب المتقدمين المهندسين المتقدمين حاليا بنأكد أهم شيء أنه يتأكدوا من معلوماتهم الشخصية، البيانات الخاصة بكل مهندس، وبأكد على موضوع معدل التخرج وسنة التخرج. نعم. بالإضافة لهالشيء بدي أكد أنه كل مهندس يختار الرغبات بما يناسبه ويتلائم مع وضعه، ما بيصير أنا أختار رغبة وما نكون مسؤول عنها. تماما. الفرز الماضي بعض المهندسين كمان اختاروا ضمن المحافظة رغبة أو رغبتين وظنوا أنه بدها تطلع لهم خلص، وتفاجئوا أن الفرز لم يشمله، راحت عليهم الفرصة خسروها.
تمام. والبعض الاخر كمان حط بمحافظه ثانيه وظن انه بده يرجع لمحافظته، كمان ما مشي حاله. لهيك يتاكد من رغباته ويسجل اكثر من رغبه، تمام، تم زياده عدد الرغبات المتاحه عن الفرز من اجل الفرصه يعني. تماما، عشان ما يخسر المهندس الفرصه بالفرز بيختار عدد معين من الرغبات بحيث يكون انه هو بده بيطلع له الرغبه الثانيه، لا يمكن انه يحجز فرصه ولا يباشر او لا يداوم فيها. مثلا هو اخذ فرصه زميله مثلا، ما فيني انا اخذ فرصه وارجع اقدم على الفرز الثاني، هيدا الاهم. صحيح. اكيد نحن بالختام بدنا نشكر وجودك معنا لليوم لهيدي المعلومات اللي قدمت لنا اياها. ان شاء الله كل المهندسين اللي تابعونا اليوم يستفيدوا من هيدي المعلومات. شكرا لك المهندس نوار ماريا، مدرب الموارد البشريه بوزاره التنميه الاداريه. شكرا كثير لك واكيد بالتوفيق لك كل المهندسين. ان شاء الله يا رب يعني الكل ياخذ فعلا فرصه له، وطبعا بالرغبه اللي هو بيرغب.